يا ترى الحواس عند الإنسان إيه هما؟ الحواس وعددهم كام؟ وإمتى حاسة التذوق بتبدأ عند الطفل؟ والإنسان بيقدر يميز كام طعم؟ طيب إمتى حاسة الشم بتبدأ عند الطفل؟ والإنسان بيقدر يميز عدد قد إيه من الروائح؟ سألنا الأسئلة دي لمجموعة من حضراتكم، وكانت الإجابات في التقرير اللي هنشوفه دلوقتي. الإنسان عنده خمس حواس، الخمسة الشم، التذوق، الإحساس، السمع، البصر. خمسة التذوق، الشم، اللمس. خمسة تذوق، الشم، النظر، السمع. خمسة سمع، بصر، شم، تذوق، إحساس. خمسة التذوق، اللمس، الشم، السمع، الحركة تقريبا. التذوق بيبدأ سن كام؟ يعني ممكن 2 أو 3 سنتين. حاسة الشم بتبدأ عند الطفل من سن 5 سنين. أعتقد بيميز ريحة مامته وباباه، يعني بس يعني أولا ريحة أمه، دي أول حاجة البيبي بيحب ريحة أمه، أول حاجة بيشمها. تاني حاجة لو أي حاجة بيحبها تبص إيه، لا نظر وراح ليها بسرعة فبيشم طريقتها. يعني الطفل يبتدي يتذوق الحاجة مثلا ممكن نقول بعد 2 سنين، يبتدي يعرف إن دي حاجة حلوة، حاجة وحشة، حاجة يعني مش مائزة كده. يعني اللي هي الحاجات المسكرة. كام طعم؟ أعتقد طعمين، اللي هو الحلو والمالح. طفل بيميز زي من 2 لـ5. أول حاجة طبعا لبن الأم هو اللي بيميزه. تاني حاجة لو أنت طعمته مثلا في أي تطعيم طعمته بيه ممكن يتذوقه، يعني مثلا من سن 2 سنتين 2.5 كده. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أن بعد ما شفنا التقرير الخاص بالحواس.